مستمرين معاكم. نتكلم اليوم على تشكل الشركات الكبيرة العائلية. عندنا ثقل مهم في مجتمعنا واقتصادنا المحلي، خصوصا لما تكون لها قيمة سوقية كبيرة. منها أصحابها ممكن نقدر نقول من 20 30 40 50 سنة. ممكن صحيح إيمان، خصوصا لما هذه الشركات تتحول إلى الجيل الثالث من الأبناء واللي هم الورثة. طبعا بتكون الشركة في مهب الريح علشان رغبة الورثة في تقسيم الحصص، وكل واحد ياخذ حصصه. هنا بتبدأ المشاكل، وهنا ممكن تتفكك الشركة مع أنه يكون لها سنين طبعا قائمة الشركة، وأجداد يكونوا تعبوا في بناء هذه الشركة. طبعا معلومات كثير وتفاصيل كثير أكيد رح نعرفها في هذه الفقرة مع ضيفنا أستاذ مازن كردي. أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. مرحبا. أستاذ مازن، في البداية خلينا نتعرف أو نعرف إيش الفرق بين المؤسسة والشركة العائلية. طيب، أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. شكرا على استقبالي اليوم ولشرح التفاصيل عن الشركات العائلية وعن الشركة الشخص الواحد. الفرق بين الشركة والمؤسسة، الشركة هي مجموعة شركاء يكونون تحت عقد التزام بينهم، وتكون هناك لهم مجلس إدارة أو مجلس مديرين حسب نوع الشركة. أما المؤسسة هي هتكون لشخص واحد له لجميع التصرفات وله لجميع التخصصات وله لجميع النشاطات اللي يقوم بها خلال النشاط اللي أسس عليها هذه المؤسسة. فهذا هو الفرق بين المؤسسة والشركة. طيب أستاذ مازن، اليوم بنتكلم على قيمة الشركات العائلية، ليه صار في اهتمام عليها في الفترة الأخيرة؟ أي دولة في العالم يقوم اقتصادها على الشركات، وبالأخص نحن كمجتمع خليجي أو بالأخص مجتمع سعودي. الشركات العائلية هي 80% قائمة على اقتصاد المملكة، وأغلب شركاتنا لو بتلاحظوا في إن شركات عائلية، ما حسمي فيها عشان نحن في موقع القناة. فعلى هذا الأساس إنه الشركات هنا هي التي تقوم على وضع اقتصاد البلد من وراء هذه الشركات العائلية. ولأهميتها قائمة على أساس إنه وجود عوائل لها عمر فوق اللي تفضلته 8 فوق 40 او 50 سنه او 60 سنه، وقائمه وناجحه واقتصاد قائمه. في ناس تعبوا وشقوا بالذات اذا كانت هناك لها مؤسسين. والمؤسسين وتعرف الشركات العائليه تتقسم الى عده اجيال، الجيل الاول، الجيل الثاني، الجيل الثالث. وعلى اساس هذا الشيء بس عاده بتصير المشاكل في الجيل الثالث. اغلب المشاكل في الجيل الثالث هم الاحفاد. دائما المؤسسين يكون متفقين، نجي الجيل الثالث هم الابناء ماشيين على مسار المؤسسين. بالضبط، الابناء هم الجيل الثاني بيمشوا على الميثاق اللي وضعوه المؤسسين هم الاباء. ولكن يجينا الاحفاد هنا يكون لهم وجهات اخرى، لهم اهداف اخرى، او نشاط الشركه نفسها ما هو داخل في نفس تخصصاتهم، او يبغوا تفرع من هذه الشركه. إدارة الشركة اللي هي العائلية لا تستطيع أن تفتح هذه الفروع، مما يؤدي إلى وجود هناك خلاف بينهم. بالإضافة للإدارة نفسها، اللي حابب من يمسك هو الإدارة، حابب يكون له السلطة. فمن هذا الأساس هنا ندخل إنه في مشاكل أغلب الشركات العائلية في الجيل الثالث، غير الشركات التجارية العادية اللي بين شركاء ما هم من عائلة واحدة أو عائلتين. لكن أستاذ مازن، إيش هي الأسباب اللي ممكن تخلي شركة تنهار؟ هل هذه الخلافات فقط ممكن تخلي الشركة تنهار، ولا في أسباب أخرى؟ نعم، لا، هذه اللي ذكرتها قبل قليل هي هذه أحد أفضل الأسباب، أو هي الأسباب اللي بتؤدي إلى وجود تنافر بين الشركاء اللي من عائلة واحدة وعائلتين، إلى تنافر بينهم وإذا يوصلوا للقضاء لتصفيتها. ولكن اليوم سوف يعني أنا قمت بنشر مقالة. لكن ما في قوانين معينة مثلا تلزم كل واحد إيش يسوي لو وصلت للقضاء؟ خلاص انهارت الشركة، معناها هنا دخلت فيها تصفية، دخل فيها حارس قضائي. هذه مواضيع قانونية. طيب أستاذ مازن، اليوم نبغى نعرف أنه عندك مجال مقال الأخير اللي تكلمت فيه عن نظام الشركة الواحد. الشركة معروف انه هي شراكة اكثر من شخص، كيف ممتاز نظام الشركة الواحد؟ يعني ما احنا فاهمين الشخص الواحد. سبب كتابة المقالة هذه بسبب وجود اغلب المشاكل في الشركات العائلية، والحمد لله ولا الامر
نزلوا نظام الشركات الجديد في عام 1437 و2015، اوجدوا نوع جديد من الشركات وهو شركه الشخص الواحد. الشركه الشخص الواحد اصلا موجود في 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 اوروبا، في امريكا، في شرق اسيا، وفي اسماء معروفه من هذه الشركات قائمه لها في اليابان لها 1000 سنه من شخص واحد، وفي اوروبا لها 400-500 سنه. فالحمد لله الان يعني بس عشان نفصل الموضوع اكثر، يعني مثلا اللي بيكون اسس هذه الشركه لو توفاه الله بعد كذا يجي الابن يختار واحد من الابناء، يا الابن يا الاحفاد، يا الجيل الثاني يا الجيل الثالث، الجيل الثالث هو الاغلب. فانا يعني اللي بنادي فيه او الاقتراح اللي انا بوضعه الان انه عدم تصفيه هذه الشركات العاليه اللي قام عليها اقتصاد البلد عندنا هنا. فموجود النظام الشركات في الماده 55 وماده 54 من نظام الشركات، وجد النظام الشخص الواحد. فانا بوصل من مقالتي يا شركات عائليه، حاولوا انكم تحطوا ميثاق، وهذا الميثاق انه يكون هناك شخص من نفس العائله يقوم باداره الشركه، واللي يبغى يخرج من التصفيه ياخذ حقه ويصير حفاظا على الاسم. طب وهل هنا ما حتصير نزاعات او خلافات بين الابناء؟ مين يترأس؟ اكيد لازم فيه، بس هنا يستعينوا بخبرات من اخصائيين في القانون واخصائيين في وزارة التجارة، وبحيث انه يدوا الى الوصول الى هذا. الشركات اللي موجودة في اوروبا ولا في شرق اسيا كيف وصلوا الميثاق؟ وصلوا الميثاق واتحدوا مع بعض. تعال انت، وجدوا ان الشخص هذا مثلا له قيمة سوقية مثلا بوضعه من اسم له، تعال امسك الشركه، او نفس العائله، او يكون دراسته قائمه على نظام مثلا معين. لكن من نشاط الشركه نفسها حلو، لكن ايش اللي ممكن نستفيده من هذا النظام في الوقت الحالي اللي احنا فيه؟ تمام، اللي بوصله الان بنادي فيه، وهذه المقاله الاخيره، انه نوصل انه طالما القانون والنظام الشركات الجديد اوجب شركه الشخص الواحد، فانا انادي يا شركات يا وزاره التجاره، اامل انكم تحافظوا على هذه الشركات العائليه وعدم هدمها بتصفيتها، بحيث اذا وصلت القضاء انتهى الموضوع بالتصفيه. اما اذا وجدوا اداره او هيئه في وزاره التجاره لم هذول الشركاء اللي من عائله او عائلتين، والوصول تحويلها من شركه واحد من شركه عائليه الى شركه شخص واحد، فبذلك حفظنا على اسماء كثيره. واعتقد في الاونه الاخيره في اسماء كثيره عائليه تم تصفيتها بالفعل في الفتره الاخيره. وهذا وفي شيء في شركات ايضا ممكن الان حسب ما قراءتنا كقانونيين ممكن ان تصفى، ولكن احنا لا، هذا كله اكيد يضر اقتصاد البلد، يضر اقتصاد البلد في الاخير. نعم، فهذا هو. بس استاذ مازن اليوم نتكلم على هذا النظام الجديد اللي هو نظام الشركه الواحده، كيف احنا كسيدات بعد هذه الفقره نقدر نستفيد من هذا الموضوع؟ النظام ما فرق بين رجل وامرأة، بين رجل أعمال وسيدة أعمال إطلاقا، نظام وضعهم بسواسية. فأنا بنادي الآن، إذا حتى لو تلاحظوا نحن بأسئلتنا كلها إنه يكون شخص، شخص ما قلت شخصة أو سيدة، لا بالعكس، ممكن هنا تمسك الشركة سواء رجل أعمال أو سيدة أعمال، أي أعمال تقوم يكون شريكة في هذه الشركة، ممكن تحول الشركة زي العائلية، سواء اي نوع من انواع الانظمه اللي موجوده في انواع الشركات، تحويلها لشركه الشخص الواحد، وهي تكون قائمه بالاداره وقائمه بعمليه السلطه واستمراريه الشركه. واذا بتسمحوا لي، في اسماء كثيره معروفه من الشركات سيدات اعمال ماسكتها. نعم، واعتقد انه هذا معروف. اكيد، بس لو كان لنا نظره مستقبليه استاذ مازن، كيف ممكن تكون هذه الشركه بعد فتره، مثلا اذا توفى مالك هذه الشركه، كيف ممكن يكون مستقبل بالميثاق اللي تكلمنا عليه، انه يكون هناك هيئه في وزاره التجاره، هذه الهيئه هي تقوم بجمع جميع الشركاء، وسواء اختيار رجل او امراه، سيده اعمال او رجل اعمال، بحيث انها هي تقوم بتحويلها ساعتها قانونيا بقرار شركاء الى شركه شخص واحد وتستمر. وهذا النداء اللي بننادي فيه الان، انه مو وجود الان في سيدات اعمال الحمد لله وصلوا لاعلى مراتب واعلى الدرجات العلميه، فممكن يديروا شركات، وفي شركات موجوده بالذات في دول الخليج وفي السعوديه، يعني موجوده الشيء ده. فليه نحن نهدم هذا الشيء
وانا ما اعطي فرصه لسيده اعمال تكون بتحويل الشركه الى شخص واحد، وهي هذا تفضيل يعني مصلحه الشركه على مصلحه الافراد. يعني اتوقع كذا الشركه بالزبط. مو ممكن توصل يوم من الايام انه هي يعني يصير ما في الشركه يعني بالضبط، الحفاظ على الاسم، على الاسم في اسم معين. نعم، على قولتهم امبراطوريه في النهايه. يعني في شركات زي الشركات في اليابان زي سامسونج، سوني، هذه بس طبعا زعلنا على ذكر اسماء بالضبط اكيد. يعني بس كمثال انه بس بنعرف اليوم لما تتكلم استاذ مازن على اللي هو تجارب عالميه، هل في تجارب عالميه خضعت لهذا الموضوع؟ نعم. اللي هي شركه الشخص الواحد. نعم. الواحد. نعم. يعني وتمت لفتره طويله صامده. نعم، في شركات لها 400 500 سنه، في شركات في اليابان. يعني هذا النظام مو من دحين طلع. لا لا لا، نحن الان ابتكرناه في 1434. والرائده في هذه الشركات الشخص الواحد هي المانيا. ومنها تم تعريفها بعد جميع الدول الأوروبية ووصلت لشرق آسيا. بس هل عندنا إحنا شركات مثلاً ماشية على هذا النسق وصامدة؟ نعم، في بعض الشركات الآن تم تأسيسها لشخص واحد، وأنا قمت بتأسيسه وقائم النظام وموجود حتى. ممكن هذا كنوع من قناة موجودة معترف بها، إنه سيدات الأعمال في منهم ما يحبوا يكون معهم شريك أو صح. يكون لها قدرة أن تدير شركة، فافضل لها ان تكون مؤسسه، تكون شركه. وفي هناك امور قانونيه في هذا الشيء. فالمؤسسه اذا لا سمح الله تم افلاسها، ممكن يكون النائب القضاء يقوم بحجز على اموال المؤسسه واموال الخاصه. اما اذا شركه، هنا الجزئيه اللي انا احاول اوصلها لسيدات الاعمال، حتكون لو سمح الله افلست الشركه هذه على اموال الشركه فقط وليس على اموالها الخاصه. وهذا كدافع جديد أكيد. من وجود في المملكه الحبيبيه. لا يعني حقيقه نقطه مهمه كان لازم نوضحها. نعم. اليوم نعم بالضبط. استاذ مازن كردي، محامي ومستشار قانوني، شكرا لك ونورتنا، وشكرا على هذه المشاركه. واكيد استفدنا احنا كسيدات، وطبعا نتمنى انه الكثير استفادوا مننا بعد هذه الفقره باذن الله. اهلا وسهلا. طبعا مشاهدينا مستمرين معاكم فقراتنا لليوم، بس خلونا نطلع لفاصل قصير ونستكمل من بعدها بقيه فقراتنا لهذا اليوم. في سيدتي بعد الفاصل. بعد الانتشار الطاغي للدورات التدريب والتنمية، هل حصدنا وعيا حقيقيا لبناء الإنسان؟